الفرنسية والإنجليزية كيتعتبروا لغتين أساسيتين، يعني ضروري واحد النهار خاصهم يكونوا عندك بغض النظر على انت اليوم كيف داير فيهم، واش شادهم بجوج ولا ضابط غير وحده فيهم ولا باقي على الله، كيف ما بغى يكون المستوى ديالك فيهم اليوم ما يهمش. المهم هو دير قدامك واحد العام ولا عامين وقول فوالا من هنا لدوزون مثلا خاصني نكون وصلت لهذا المستوى وتبدا تخدم عليه من دابا، ولكن قبل ما تختار اللغه اللي خاصك تقرا اجي نشوفوا الناس شنو تيقولوا. الاغلبيه تيقول لك الانجليزيه هي لغه العالم وخاصك تقرا لونجلي، ما عندك ما دير بالفرنسيه غادي غير تضيع فيها وقتك، وراه غير حنا حيت كانت مستعمرنا فرنسا داكشي علاش ندير هنا هي اللغه الاجنبيه الاولى، اما هي راه ما كتسوى حتى بصله. هادشي كيحير، شنو غادي دير انت في نظرك؟ تقرا الفرنسي ولا لونجلي؟ غادي تعرف وتمشي مقتنع ان شاء الله الا بقيتي معايا حتى الاخير. سي بارتي. ملي غادي تشد ديبلوم وتبغي تدبر على راسك او قبل كاع من هادشي تبغي تدوز غير شي ستاج وبغيتي تدوز شي اونتروتيان باش غادي يدوزوه ليك، نفس الشيء ملي تبغي تخدم وتحت ليك الفرصه تدوز شي مقابله شفويه باش غادي يسولوك وباش غادي تهضر معاهم، بغيتي ديباني غير في الصيف وتخدم في شي سونتر دابي شنو غادي تخصك؟ الفرنسيه. اذا انت اليوم ما حدك في المغرب فراه خاصك تقرا الفرنسيه هي الاولى، وحتى الا كنتي شاد لونغلي مزيان وما غاديش تخرج على المغرب او ما عندكش عمل حر على الانترنت فراك محتاج الفرنسيه بزز منك، وحتى الا كنتي كتفكر تخرج خارج المغرب تكمل قرايتك ومن بعد ترجع هنا فراك ملي غادي ترجع غادي تحتاج الفرنسي، اذا هي فيك فيك، اذا غادي تقرا الفرنسي ومن بعد ندوزو لونغلي، ولا قدرتي تقراهم في مره واحده قراهم، وفي حالة كنتي غادي تدوز شي امتحان ولا شي سكايب مع شي جامعة ولا مدرسة خارج المغرب وعندك الامتحان قريب مثلا وغادي تدوز بالانجلي فهنا غادي نقول لك قراها هي الاولى. اذا دابا فهمتوا علاش الفرنسيه حتى هي مهمه، واصلا حنايا اليوم راه بلد شبه فرانكوفوني، الفرنسيه ولات عندنا هي اللغه الام. العربيه خليها مع والديك في الدار في الدين ديالك وفي الروايات كتقرا، اما اللي غادي يضمن لك المستقبل ديالك راه هي الفرنسيه والانجليزيه، دونك قرا الفرنسي وصل فيها لشي نيفو مزيان ومن بعد دوز لونجلي وهكذا. جيبو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.